بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، ما زلنا في الـ Layer 2 Switching ومع النقطة رقم 6 الـ VTP Domain. هنتكلم على الـ VTP in general، هنتكلم على الـ VTP Domain. يعني إيه VTP؟ Virtual Trunking Protocol أو VLAN Trunking Protocol. المفروض البروتوكول ده بيعمل لي ايه؟ قال لي حيث ان الفيلان لازم تبقى متكريته end to end عشان الداتا تنتقل بدون ما يحصل لها دروب. احنا عرفنا لو احنا مكريتين فيلان 100 مثلا على السويتش ده، لازم الفيلان 100 تبقى متكريته هنا، تبقى متكريته هنا، متكريته هنا، عشان الداتا تنتقل من البي سي ده للبي سي ده، ولا يحصل ايه؟ دروب للترافيك للسويتش اللي ما بيكريتش عليه الايه؟ الفيلان المحددة دي. قال لي والله احنا هنعمل بروتوكول يقدر يكريت الفيلان اوتوماتيك على كل السويتش نتورك اللي موجودة عندك في الايه، في التوبولوجي. بس الفكرة ان البروتوكول زي ما ليه مميزات ليه عيوب، ولازم ناخد بالنا منها. ال VTP عشان يشتغل طبعا لازم ده هنا يبقى ترانك، ده ترانك، ده ترانك. بعد كده بننتخب او بنقول في سويتش معين هيبقى ال VTP سيرفر، واللي هو هيمرر ال VTP ابديت للسويتشات اللي موجودة في باقي التوبولوجي. طبعا الموضوع بيتوقف على عناصر معينة عشان ال VTP ده يشتغل. اول حاجه اسمها، اول عنصر لازم يبقى موجود معانا نبقى عارفينه، اللي هو الفي تي بي دومين. يعني ايه الفي تي بي دومين؟ يعني كل سويتشز تبقى خاضعه او تبقى تحت دومين واحد عشان الفي تي بي يمرر الابديت من السويتش للتاني وهكذا. لو جينا بصينا للتكست اللي معانا هنا بتقول ايه، The VLAN trunking protocol or VTP can be used in Ethernet domain to simplify the creation and management of VLANs, but it doesn't dictate the traffic flow of the VLAN. يعني ايه؟ بيقول ان هيساعدنا ببساطة ان احنا نكريت الفيلان على السويتش نتورك او على الايثرنت سويتش نتورك، لكن ال VTP ما بيقولش ان الترافيك هيمر ازاي او هيمر من سويتش ايه لسويتش ايه. or the actual port assignment to the VLAN. ال VTP ما يقولكش والله ان البورت الفلانية دي ملحقة او هتلحق بأي VLAN معينة. The first step in running VTP is to ensure that the switches are trunking with each other. يعني زي ما قلنا ان اللينك دي ترانك، اللينك دي ترانك، اللينك دي ترانك، دي ترانك وهكذا عشان ال VTP يشتغل. It can be ISL or 802.1Q, both of them working just fine. The VTP runs over both. يعني أنت لو عندك ISL أو 802.1Q، ال VTP هيشتغل على أي encapsulation فيهم. Next, the VTP domain name. لازم أعرف domain هتشتغل فيه السويتشات دي، وبتختار أي اسم أنت بتحدده، مش حاجة معينة، it's really up to you. The VTP domain name is configured and all other switches without domain names configured will dynamically learn the domain name. Once in انت تكونفيجر الدومين نيم على سويتش من السويتشات دي، قال لي طالما دي ترانك ودي ترانك ودي ترانك ودي ترانك، الدومين نيم او النيم اللي انت هتكريته وهتعمل له كونفيجريشن، السويتشات اللي موجوده في التوبولوجي بتتعلمه اوتوماتيك. The VTP password is optional، حاجة اختيارية لو انت عايز تحط password، but it cannot be learned through the VTP because it's not sent in the VTP message. انت ممكن تعمل عشان تاوثنتيكيت او عشان تسكيور ال VTP communication من السويتش للسويتش للسويتش، ممكن تحط password تحمي بيها ال VTP update، لكن بيقول لي في الحالة دي انت طالما هتحط password يبقى لازم تمر على كل السويتشات دي وتكونفيجر الباسورد manually، لان الباسورد ما بتتبعتش في الايه، في ال VTP update message من سويتش الى اخر.
an MD5 hash is sent instead. اللي بيتبعت في الابديت مسج او في الفي تي بي ابديت مسج هو ال MD5 هاش للباسورد اللي انت بتعمل لها ايه configuration. So it must be manually configured on all the devices. Finally, في النهاية, the VLAN definitions, تعريف الـ VLAN are created in the VTP server. طبعا هنعرف ان الـ VTP لما بيشتغل ليه مودز معينة. المودز دي ممكن تبقى ايه؟ server, client, transparent. So the VTP definitions are created on the VTP server to verify this configuration. Compare the output of the show VTP status command on all the devices in the domain. If the domain name, لو الدومين نيم, the number of existing VLAN, and the configuration revision number match, the domain is converged. If the authentication is configured, the MD5 digest yield should be compared as well. يعني بيقول لي لما بتكونفيجر ال VTP على السويتشز دي في حاجات بيتم عملية ماتشنج عليها, وهي الايه؟ الدومين نيم اللي انت بتكونفيجره والباسورد اللي انت بتعملها. ده موضوع الدومين نيم. طب ازاي هنعمل الدومين نيم؟ قال لي والله الاول تعالى نتأكد ان التلات اللينكة دي واللينكة دي واللينكة دي واللينكة دي ايه؟ ترانك. خلينا نجيب السويتشات بتاعتنا, سويتش 6, سويتش 7, ثمانية, تسعة. قلنا له هنا enable show interface trunk على switch 9. المفروض انا عندي لينكة اتنين, انا عندي لينكة واحدة اللي هي ايه؟ trunk, واللي هي gig 03 gig 02. محدش جي ناحيتها, تعالى نعمل لها configuration وفتي تسعة interface gig 02, switchboard trunk encapsulation .1q, switchboard mode trunk done. بالنسبة لستة عندي كام لينك؟ هتبقى trunk 00 01 و 02, they are already trunk. تمام. سبعة المفروض نلاقي gig 00 trunk. تمام. 8 المفروض نلاقي 02 و 03 trunk. 02 03, هنا 03 بس, خلينا نعمل 03 فيها مشكلة باين. ده mismatch من السيشن اللي فاتت للنيتف VLAN. It doesn't matter. So we'll configure 02 here. Face gig 02, switch port trunk encapsulation .1q, switch port mode trunk. تمام. لو جينا بصينا على interface 3, do show run interface gig 03. بيقول لك gig 00. تعال نشوف ستة. do show run interface 00. The native VLAN is 100. Let's just remove this. طيب يبقى احنا دلوقتي عندي الاربع سويتشات دول كل اللينكات اللي ما بينهم ترانكس.
تعال نقول له الكوماند التالي دو شو في تي بي ستاتس. هنلاحظ هنا ان 6 و 7 و 8 و 9 it's the same output regarding the VTB version capable. هنا بيقول لك اقدر اشغل من 1 ل 3 ولكن اللي شغاله دلوقتي ايه 1. طبعا 1 و 2 و 3 في فروقات ما بينهم هبقى نبص عليها. ال VTB domain هنا مكتوب ايه null. null يعني فاي يعني مفيش قيمة. سواء على 9 سواء على 8 مفيش، على 7 مفيش، على 6 مفيش. الحاجة برضو المشتركة هنا طبعا انا مخلي 6 manual transparent، يعني انا خليته بايدي. ممكن 7 ما يبقاش كده، 7 برضو transparent، 8 transparent، 9 انا مخليهم ترانسبيرنت، 9 بس اللي هو ايه في المود السيرفر. فين 9 سيرفر. طيب احنا هنخليهم كلهم اللي هو باي ديفولت او بيبقى المود ايه سيرفر. الباقيين دول معمول لهم ايه تعديل. دو شو ران سيكشن في تي بي. هنلاقي ان انا عامل configuration بقول له VTB mode transparent. وعملت ده ليه؟ عملت ده عشان لما بتيجي تكريت VLAN، الVLAN اللي انت بتكريتها ما بتنزلش على ال NVRAM بتاعة السويتش، لكن بتنزل في ملف اسمه ال VLAN.date or database، والفايل ده بيبقى موجود في الفلاش ميموري. فانت لو عملت وايب للكونفيجريشن او مسح للكونفيجريشن عشان ترجع السويتشات دي لحالتها الطبيعيه او لاول وضع ليها، الفيلان بتفضل موجوده ما بتتشالش. ليه؟ لان الوايب بيمسح الانفيرام ما بيمسحش الايه الاذر ميموريز. لكن هنا خلينا نرجعها تاني للايه للفي تي بي مود سيرفر على كل السويتشز. يبقى هنا سيرفر، هنا سيرفر، هنا سيرفر، هنا سيرفر. يبقى دو شو في تي بي ستاتس، هتلاقي هنا سيرفر 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 سيرفر. ما زال ال في تي بي دومين نل. اول حاجه لازم نعملها عن كريت ال في تي بي دومين نيم، كريت الدومين. طبعا برضو لو بصينا هنا في قيمة اسمها الايه ال revision number. where is the revision the configuration revision number here at zero. zero معناها ان مفيش ايه اعدادات تمت او مفيش اي تعديل حصل على ال VLAN database. ال revision number هو قيمة بتزداد بتحصل لها increasing على اي موديفيكيشن بتحصل على الفيلان داتابيز سواء بالزياده او بالنقصان. هنشوف. طيب انا دلوقتي هكريت على سويتش 7. خلي بالك ان كلهم سيرفر دلوقتي، المود بتاعهم سيرفر. سيرفر معناه ان انا اي كان كرييت VLANs and the VTB will manage sending the update to the other switches. على 7 اللي هو اللي في الاخر ده، على 7 هنقول له VTB domain CCI. VTB domain CCI. طبعا خلي بالك انا هنا في مسج طلعت لك بيقول لك ايه ان ال VTB domain name changed change to CCI. okay. طيب تعالى نبص على باقي السويتشات. هنا بيقول لك في مشكله حصلت ان 6 زعلان، معرفش الباقيين شغالين ولا لا. 6 مطلع لي رساله warning او syslog message بيقول فيها ان ال VTB protocol user notification the MD5 digest checksum mismatch on the receipt of equal revision number summary
عندي ترانك جيج 02، جيج 02 اللي على سويتش 6 اللي هي دي. بيقول ان الراجل ده بيحاول يبعت لي ابديت بس الريفيجن نمبر ميس ماتش. ليه بقى؟ هنا 6 الريفيجن نمبر بتاعه 0 و7 الريفيجن نمبر بتاعه 0، لكن المسج دايجست ربما يبقى مختلف هو الباسورد، بس احنا ما عملناش اصلا باسورد. هنا this is equal revision number، بيقول لي الريفيجن نمبر زي بعض، لازم اللي هيابديت الباقيين يبقى اكبر منهم في الايه في الريفيجن نمبر. anyway تعال نشوف خد الايفكت ولا لا. نشوف اي تي بي ستاتس، هنلاحظ هنا ان على 6 خد خد الابديت وحول الدومين نيم from null to CCIE. same here but 8 and 9 nothing. يبقى هو 6 و7 بس اللي تحوله. طيب خلينا نقول ان سويتش 7 هنكريت عليه VLAN ونبص على الرقم اللي موجود قصادي ده هيتغير ولا مش هيتغير. يبقى هنقول له VLAN 10 exit. كده انا كريت VLAN 10. دو شو VTP status، الاحظ ان الريفيجن نمبر هنا ايه زاد. VTP VLAN 20 exit، كده المفروض الرقم يزيد بواحد كمان يبقى 2. بالعملية اللي بتحصل، يعني لو قلت له كمان هنا VLAN 30 40 exit، المفروض يزيد كام؟ زاد بواحد. يبقى العملية اللي بتحصل بواحد. انت كريت VLAN او 2 VLAN او 3 VLAN وبيحسب لك البروسيس اللي بتحصل بواحد. خلاص؟ لو كريت 30 لوحدها و40 لوحدها يبقى كل واحدة بواحد. anyway تعال دلوقتي نقول له ال VTP domain CCIE 123. يقول لك changing from VTP CCIE لل CCIE 123. هنشوف 8 هيكاريت ولا مش هيكاريت. 8 استقبل بس ربما اتأخر شوية. 9 استقبل بس اتأخر شوية. هنا نستنى كمان شوية، المفروض ان هو ياخد الابديت الجديد CCIE 123. just a little bit patient. طبعا كمعلومة هنا احنا عزلنا سويتش 7 لان التغير اللي بيحدث لما بيبقى ال VTP domain name null فانت بتاخد الابديت بالاسم الجديد اوتوماتيك، لكن once you are configured انت لازم تعدي عليهم كلهم وتغير الموضوع manual. كده 7 بس اللي عليه 123 CCIE 123. تمام. 6 ما خدش الافكت، 8 ما خدش الافكت، ولا 9 خد الافكت. وبياخد الافكت لاول مرة عشان الدومين نيم هنا بيبقى النال فاضي. اوكي. فلو كده يبقى انت محتاج تقول له ايه VTP domain CCIE 123. ثمانية سبعة already ست. يبقى كده الايه المجموعة كلها شغالة بنفس الايه الدومين. طبعا الريفيجن نمبر قيمة جوهرية في موضوع الايه ال VTP update communication between the switch network. if the revision number is bigger than mine I will accept the update. وده طبعا ممكن يعمل لك مشكلة كبيرة زي ما انت عارف. زي مثلا ان النتورك دي شغالة بفيلان 10 و20 و30، 10 للمبيعات
للمبيعات، 20 للاتش ار، 30 لل وات ايفر مين بقى في النتورك عندك، والناس شغاله وكل واحد سعيد بالاجهزه بتاعته بالكمبيوتر بتاعه، بيطلع انترنت بيهيص بيفتح اللي هو عايزه. جيت انت بقى عندك سويتش بره النتورك، بيحصل له صيانه، بيحصل له حد بيشتغل عليه بره، المهم ان الريفيجن نمبر بتاعه اعلى من السويتشات اللي موجوده في النتورك بتاعتك، وانت هنا شغال بفيلان 10 و20 و30، السويتش الجديد ده داخل وما عندوش غير فيلان 100 هي اللي موجوده، بس الراجل ده الريفيجن نمبر بتاعه عالي. اول ما دخل قال بصوا يا جماعه انا الريفيجن نمبر بتاعي اعلى منكم، فانتوا لازم تابديتوا الداتابيز بتاعتكم وتعملوا لها سينكرونايز معايا، يعني شيلوا كل الفيلان اللي عندكم وخلوا وخدوا الفيلان اللي عندي. فاصبح كده ايه، مش هيبقى موجود على كل السويتشات دي غير ايه فيلان 100، 10 و20 و30 هيطيروا مش هيبقى لهم وجود، وبالتالي اي بورتات معمول لها اساين للفيلانات دي البورتات دي بتختفي من السويتش، ما بتبقاش موجوده، ما بتبقاش ظاهره بمعنى اصح. عشان تظهر بتروح للبورت تقول له شت داون نو شت داون عشان ترجعها تاني، وبعدين ترجعها لفيلان اوريدي موجود. فكده الفي تي بي ممكن يعمل عندك مشكله كبيره لو انت شغال بالفي تي بي فيرجن 1 او بالفي تي بي فيرجن 2 بالنسبه لنقطه الايه الريفيجن نمبر. طبعا الموضوع تم تلافيه فين؟ في الفي تي بي فيرجن 3 قال لك احنا اوكي احنا هنخلي في برايمري سيرفر هو اللي يتولى عمليه الايه الفي تي بي بروبيجيشن او الفي لان بروبيجيشن في السويتش نتورك. anyway احنا بما اننا بنتكلم دلوقتي على الدومين نيم، يبقى الدومين نيم ده في الاول بيبقى نل، وانس ان انت تكونفيجر سويتش من السويتشات دي اللي هو بيبقى از سيرفر، كل السويتشات بتاخد الابديت وبتاخد الاسم الجديد وبتطبقه عندها، وانس ان هي طبقته عندها خلاص الموضوع ما بتقدرش تلعب فيه تاني او ما بتقدرش تغير فيه اوتوماتيك تاني، لو انت عايز تغيره بتغيره مانوال لاني خلاص ما اصبحش نال زي ما كان الاول. لازم السويتشات تبقى تحت دومين واحد عشان الابديت بتاع الفي تي بي ينتقل من سويتش الى اخر. عشان الابديت ينتقل من سويتش الاخر يبقى الفي تي بي كونفيجريشن ريفيجن نمبر بتاع الراجل اللي هيابديت النتورك او هيابديت السويتشز لازم يبقى اعلى منهم، والفي تي بي ريفيجن نمبر هو قيمه بتتغير مع ايه اي تغير بيحدث على مستوى الفيلان سواء بالزياده او بالنقصان القيمه دي بتزداد. ده بالنسبه للفي تي بي دومين. هنكمل بعد كده الكلاينت الترانسبيرنت وهكذا. في اي نقطه في الحته دي؟ في اي سؤال يا علي؟ يا باشمهندس